ليا شهدت سوريا بالسنوات الأخيرة نهضة موسيقية ترافقت مع تغيير ملحوظ بنظرة الناس للفن الموسيقي وإقبالهم على تعلم الموسيقى بمختلف المراحل العمرية، سواء بالمعاهد الحكومية أو الخاصة أو حتى بالمدارس، لتتراوح دوافع التعليم بين تنمية المهارات والهوايات الشخصية لتأثير الموسيقى الكبير على الأطفال واليافعين ومدى أهميتها على حياتهم. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الأخصائية النفسية هناء نيازي والسيدة نبوغ أيوب، المنسقة والموجهة الأولى في التربية للموسيقى. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. يعني اليوم بما أنه عيد السيدة فيروز فأكيد كلنا كل عام وهي بخير، أكيد كلنا بنسمع السيدة فيروز صبح وظهر، وأنا بحب المساء أكثر. فخلينا نحكي عن الموسيقى وسماع الطفل أو الجنين من هو ببطن أمه ست هناء لا الموسيقى وتمييز الأصوات، بأي عمر ببلش، بأي عمر لازم نحن نبلش نسمع الأصوات الحنونة؟ أول شيء بداية كل عام وهي بخير، أيقونة الغناء الراقي، أيقونة الصوت الدافي والمشاعر الإنسانية الصادقة السيدة فيروز. إذا بدنا نحكي عن الموسيقى، الموسيقى فن رائع جدا، متاح ويناسب كل الأعمار، يعني حتى مثل ما تفضلتي من عمر جنين ممكن قادر على سماع هيدي أو التمييز والاستدراك لهيدي المقطوعات الموسيقية والتأثير فيها، ولكن عملية التعلم هي تراكمية، فإذا كنا حريصين على إذن سماعية نقية فهي من بداية الحمل ممكن تكون. منشوف كتير الأشخاص إذا ذواقين الأسرة كلها بتكون ذواقة بهذا المجال، يعني حتى الموسيقى هي ذوق مثل أي شيء، مثل اللباس، مثل الطعام، فهي أذواق. كل ما ارتقينا فيها وكل ما عززناها عند أطفالنا من صغرهم فنحن عم نعزز شيء جميل كتير بداخلهم. الموسيقى أحلى كلمتين بنختصر فيها هي غذاء الروح، يعني بتعلمنا أنه كيف نكون أرقى، تعلمنا كيف نكون أجمل أكثر رواء، وطبعا لتأثيرات النفسية الكتير واسعة، حتى إذا بدك في شق كامل من العلاج بالموسيقى من بعد الدراسات ومن بعد الإثباتات كلياتها، أنه قدي الموسيقى هي بتلعب بهرمون داخل الجسم وحتى كيمياء الدماغ، فهي مؤثرة بشكل كتير كبير. طيب خلينا نحكي أنس نبوغ عن الموسيقى، إن كان بالمدارس أو المعاهد. سابقا كنا نشوف حصة الموسيقى مهضوم حقها، يعني أي أنس بالمدرسة بتذكر من أنا وصغيرة ما عندها وقت تكمل المنهاج تأخذ حصة الموسيقى. اليوم بالسنوات العشر الأخيرة عم نشوف يمكن حالة خاصة للموسيقى، عم يكون في اهتمام كبير من وزارة التربية، عم يكون في تبني للمواهب بالمدارس. خلينا نحكي عن هي الحالة، قديش مهمة اليوم لحتى نعطي حصة الموسيقى حقها، لأنه بتلاقي في ضغط على الطلاب كله دراسة. هي الموسيقى هي فعلا مثل ما قالت ست هناء غذاء الروح، تعمل حالة نفسية خاصة للطفل. تمام. هلا بداية مثل ما قالت الست هناء انه هي الموسيقى غذاء الروح، هي الموسيقى بتشكل عند الطفل حالة توازن داخلي، فبتنمي له مختلف وكثير بتساعد على تنمية مختلف الجوانب الاجتماعية، الأخلاقية، النفسية، العاطفية، الجمالية عند الطفل، فنحن كثير هون كثير ضروري نهتم بهذه المواد بالمدرسة. نحن كوزارة التربية اشتغلنا على تعديل المناهج، هلا لما بدك تنمي الطفل تأسسيه صح بالموسيقى وتعرفيه تخليه يتوجه بشكل صحيح لمواهبه أو هدفه، فأنت بدك تبلشي له بشكل صحيح. فنحن من خلال المدرسة هلأ المعروف 45 دقيقة هي غير كافية لحتى لأنه تخليه يمارس هوايته، يعني يعزف أو فأضعف الإيمان ما بيقولوا أنه يغني. نحن اشتغلنا كتير على موضوع أنه تنمية ذائقته الموسيقية من خلال إكثار جرعة الاستماع للموسيقى. هلأ معروف أنه لما بدك تعلميه أنه تذوق الموسيقى بشكل صحيح بدك تعملي له أساس، فحسب دراسات نفسية دائما بيقولوا لك الطفل بمراحله الأولى سمعيه لموسيقى باخ وشوبان موتسارت، إنه هاي الموسيقى هنه بالأساس مكتوبة حسب الدراسات إنه مكتوبة بطريقة بتعمل حالة نفسية على الأمد البعيد بتبقى موجودة عند الطفل أو عند ولحد ما يكبر، يعني هيدي الحالة النفسية بتخلق له جو من الهدوء، جو من بتحرره من التوتر والضغط والقلق. فنحن كتير
بمناهجنا الدراسيه اعتمدنا انه نحن هدول انه نسمعه كثير انه هيدي انواع من الموسيقى، اضافه لانه بفرغ شحناته بفرغ طاقه حتى يعني بحاله الحرب اللي عشناها كمان مهمه تماما. هي الحصه جدا ضروري للحاله النفسيه للطفل. فنحن هون كتير اشتغلنا على قصة انه الغناء حتى الغناء المدرسي يكون الكلمات مفرحة، الايقاع اللي اخترناه للاناشيد يكون مفرح للطفل، مشان مثل ما قلتي انه نحن مرق بحالة 10 سنين حرب ودمار وهي، فهو وضع طبيعي انه بقى تخلي انه يعبر عن حاله، يعبر عن ذاته، يعبر عن مشاعره من خلال الموسيقى والاغاني المدرسية والاستماع المدرسي. ست هناء خلينا نحكي، حكينا يمكن بأي عمر فينا نسمع الطفل وحكينا بأي شو هي أنواع الموسيقى، ولكن خلينا نحكي بأي وقت، يعني أي وقت بيكون في الجنين ريلاكس ببطن أمه، خلينا نحكي عن الجنين وننتقل إلى مراحل الطفولة. يعني في كتير أمهات بيحطوا الموبايل على بطنهم إنه هنا عم يسمعون موسيقى، هذا الشيء صح ولا لا؟ خلص إنه هلا ما فينا نحدد الوقت، فينا نحدد النوعية، يعني خلينا نشتغل على النوعية أكثر. العنسة نبوغ هي عم تحكي ذكرتني قديه أغاني أمهاتنا لما بتكون دافية، لما بتنسجم أثناء الرضاعة، قديه هيدي الأغاني والتربيتات اللي نحنا نسمعها من أمهاتنا ما بتتخيلوا الأثر الشديد على الأبناء نفسياً بسرعة نموهم النفسي، بسرعة يعني هي والأم تغني لهم؟ ممكن حتى لو كان صوتها مشي؟ لا لا لا، حتى هلأ ما بالضرورة، ما بعد ديه بتوافقيني بتوافقني أحياناً مو بالضرورة إنه الصوت يكون طرب تماما، ولكن هي الترنيمة الأداء يا سلام عليكي، حنية الأم وصوتها يا عيني عليكي، والترنيمة الصغيرة قديه ربينا على أغاني صغيرة نحن نوعاها أثناء الطفولة. حتى لما قبل مثلا كانت الأمهات لما تغسل بالمطبخ دائما تسمعي صوت أمك يا سلام عليك. يعني أنا بتذكر ماما لأنه قبل ما كان في عندك هي التكنولوجيا، أنا بسمعها بالليل لما كانت عم تغسل صوتها، هلا بذاكرتي في أغاني معينة كانت تغنيها نحن بنتذكرها، بس ما بقدر أوصف لك قديه في إلها أثر نفسي عميق جدا على نمو الطفل المتوازن، عن العلاقة الطيبة بينه وبين الأم. فما في وقت محدد، طبعا هي ما حتسمع الأغاني وهي متوترة أو هي معصبة أو هي مخها مشغول، لأنه هو بحس بالحالة الانفعالية تبعها، إلا إذا هي حبت تروق حالها وتعتمدها طريقة للتفريغ، طريقة للتوازن الانفعالي، الجملة اللي كتير حبيتها، فهو بيتعود على هيدي الآلية. يعني نحن كأحيانا اختصاصيين نفسيين نسأل الأشخاص أثناء انفعالك شو بتساوي باللحظات الصعبة، شو آليات التكيف اللي بتعتمدها، فهن نحن منكون ساعة عم نعلم أبنائنا على آليات تكيف صحيحة وسليمة، يا عيني عليكي، ومتاحة. يعني نحن لما بدنا نبحث عن مقطوعات موسيقية فيها من الرقي، فيها من الهدوء، فيها من التوازن النفسي، متاحة وموجودة بأبسط الأمور. صح، تصديقا يمكن لحكيك كنت عم احضر من فترة مقابلة مع مغنية أوبرا عالمية كانت حامل، فحكيت على الشاشة بلقاء، قالت له وقفت غناء بالشهر الثامن نهايته بدي ولد، ولدت، تم ابنة أول 20 يوم يبكي. قام قال للدكتور انه ما في شيء، بس انا برايي تشوفي دكتور نفسي عم يمزح معه انه هي. قام قال لها شو كنتي تشتغلي؟ قالت له انا بغني اوبرا. قال لها غني لابنك. غنت له للولد صار ينام. تماما، يعني شوفي هي حاله الارتباط تماما. فكانت عم تحكي انه 20 يوم انا ما بعرف، ففعلا هو اشتاق لصوته فغنت له. هو كان عنده صحيح مثل يعني حرمته شهر من صوته، التواتر، يعني انه هو عنده تواتر ادمان، اذا بدك نقول هو ادمان ايجابي، إدمان إيجابي يرتقي بالروح، يرتقي بالنفس، يساعد على التكامل النفسي. فما فينا نحدد إمتى، فينا نعتمد هل هو آلية تفريغ، هل هو آلية الاستمتاع، إمتى هي حابة تستمتع فبتسمع هذه الموسيقى وبيسمعها، إمتى هي عندها حالة انفعال فهي آلية تفريغ وحفاظ على الهدوء النفسي. النوعية، يعني خلينا نركز على نوعية ما يسمع أبنائنا، هن أجنة، حتى نحن يعني أحيانا نسمع عن جد مقاطع أغاني أو شيء موسيقي مؤذي. هو فرض عليكي لانه كل مكتسح الشاشات، لكن عم نحكي انه هو مكتسح الاذاعات والشاشات، ف بس على المدى البعيد، على المدى البعيد هذا مشوه مو مؤذي،
مشوه مشوه نفسيا، مشوه اخلاقيا، خاصه اليوم بذكرى ميلاد سيده فيروز. يعني من بعد الموسيقى سيده فيروز عن جد بتحسي في جيل حلو ولكن ما نو بعظمتها. رح انتقل عند السيدة نبوغ ونحكي اكثر مع حضرتك. بنلاقي الاطفال بيميلوا انه هن بيحبوا يعزفوا اورج، بيحبوا يغنوا، بيحبوا يعملوا نشاطات كثيره وخاصه بالموسيقى. خلينا نحكي علاقه تفريغ الطاقه وتوازن الطفل النفسي مع تعلم الموسيقى. بجوز يعزف على الاورج سنه ويبطل ينتقل على آلة ثانيه او ما عاد بده. المهم انه نحن الموسيقى او تعلم الموسيقى قديش مهم لتوازن الطفل. تمام. هلا مثل ما حكيتي انه يعني انت بلشتي وانه يتعلم على الاورج وبعد سنه يبطل، فنحن هون لازم انه نعرف نعلمه الموسيقى بخطوات تراتبيه. يعني انه انا بدي اياه يبلش يتعلم موسيقى بس ما بدي اياه يوقف بعد سنه، انا بدي اياه يكمل للاسباب اللي ذكرتوها، انه هي بتعمل حاله هدوء، حاله توازن، حاله ضبط مشاعر. فلهذا السبب كثير مهم انه نحن هون نخلي الطفل هو يختار الاله اللي بده يتعلم عليها. يعني انا كاهل انه انا ابن جيراننا بيتعلم على الكمان، فانا لازم احط ابني على الكمان. فهي الفكره كثير عند الاهل يعني انه خاطئه. لازم انا اول شيء بلش الطفل من عمر سنتين وثلاث سنين، اذا انا بقدر اخذه على حفلات موسيقيه، على فرجيه ورش عمل الموسيقى كيف بتصير، فرجيه بروفات موسيقيه، اقعده جنب اله محدده يسمع صوته، انه هو ممكن انه توجه الى مثلا آلة الأورج مثل ما قلتي أو الكمان أو أي آلة تانية. فأنا ممكن خليه يسمع صوته لهيدي الآلة، يحاول يحملها أول شيء، يحاول يتعلم كيف أنه آلية إخراج الصوت بهيدي الآلة، آلية العزف على هيدي الآلة. ومن بعد منه أنا أنه إذا لقيت عنده هذا التوجه، وقتها أنا بيصير أنه أوكي أنه أنا أنه بعلمه على هاي الآلة. وقتها هون بضمن استمراريته، لانه هو ما اختار لمجرد انه شاف حدا عم يعزف عليها، اختار بعد ما عرف التقنيات تبع هيدي الاله، بعد ما عرف صوتها، طبيعه صوتها، تعلق فيها اكثر. تماما. فلهذا السبب كثير مهم اول شيء انك تفوتي الطفل باجواء الموسيقى، بالحفلات الموسيقيه، بتخليه يشارك كثير مع الموسيقيين، ومن بعدها وقت تختاري له الاله، مو انه نختار نحن كاهل لانه نحن بدنا. بتلاقي الاهل بيحبوا البيانو وبدهم يعلمهم. لا هو حلمهم كانوا يعني على البيانو، بيعلموا اطفالهم شو بيحبوا. اشرت يمكن لنقطه ست هناء مهمه خلال حديثك، انه احيانا الموسيقى بتدخل بالعلاج النفسي. وخلال الحرب يمكن العشر سنوات على سوريا عم نشوف يمكن حاله من العنف عند الاطفال، تفريغ ما تعرضوا له خلال السنوات، الموسيقى يعني لما انا فرغ له طاقته بالموسيقى بطريقه صحيه وسليمه، قديش بتاثر على نفسيه وشخصيه الطفل اليوم. هلا بس قبل ما ننقل بس نقطة حابة أضوي عليها، الموسيقى بترتبط بالإبداع صح؟ تمام. فالنقطة اللي عم تركز عليها إنه لما نحن بنلزمهم أو بنجبرهم على شيء نحن كنا حابين أو شيء عم نحلم تماما صح. فأنا عم أطر هذا الإبداع، فحرام. جزئين بيحبوا الرسم تماما، ما بيحبوا تماما يعزفوا. تمام. بالنسبة للموسيقى، الموسيقى قادرة على تغيير حالتنا النفسية بشيء بيعادل الجرعة. النقط اللي عم تحكيها حضرتك كتير حبيتها، انه جرعة. فتخيلي انت عم تاخدي جرعة موسيقى، صحيح. قدي الموضوع ألطف، قدي أبسط، قدي ما في إله انعكاسات سلبية. ولو انه تخيلي انه يعني كل شيء نحن قادرين، الإنسان قادر انه يستخدمه بشيء إيجابي وبشيء سلبي. طبعا. حتى الموسيقى لما بيلعبوا بتواترة وبيكون في اختلاف، عم تعمل حالة تشابه حالة المخدرات، عم بتشابه حالة الإدمان. يعني لما بيكون الريتم تبع الموسيقى مختلف بين السماع الإذن اليمنى والإذن اليسرى، فعم تأدي تأثير المخدر. فتخيلي على هيدي المادة قديش قادرة إنها تأثر فينا، وقادرة تنقل حالتنا الانفعالية من توازن إلى استمتاع أو إدمان. صحيح. فليش نحن ما نستثمرها خصوصي بهيدي الظروف الصعبة، خصوصي عند الأطفال، خصوصي عند الأطفال. أنت ما بتتخيلي العلاج عند الأطفال، دائما عالم الأطفال السهل الممتنع، هن اللي بيعانوا ولكن ما عندهم كتير من المفردات اللغوية لحتى يشاركوكي الآلام تبعهم، عندهم مخاوف ما بيخطر على بالك قديش ممكن
ولكن هيدي المخاوف بتشكل إعاقه بطريقه متابعه حياتهم دراسيا اجتماعيا، ولكن هن ما لهم قدرانين يصيغوا لك هيدي المخاوف. من خلال الموسيقى فيهم يفرغوا كل ما مشاعر سلبيه او اشياء مروا فيها صعبه وينسجموا معها، من بعد منها ينتقلوا الى مرحله ثانيه فيها من الرواء وفيها من التوازن الانفعالي. وهيدي علميا ودراسيا كلها مثبته، يعني وليست تجارب شخصيه فرديه، هي علميا مثبته باثر الموسيقى على الاطفال بالذات. والطفل حدا لساته نقي ورقيق، فكل ما اشتغلنا عليه باكرا كل ما لمسنا الاثر ايجابيا. ولكن النقطه اللي كثير مهمه، دائما في عنا علوم ودائما في عنا شيء قيم، ولكن الشخص اللي عم يقدم هيدي الماده، الشخص اللي عم يقوم بالتدريب قد ايه عنده احتواء للطفل، قد ايه عنده قدره على تنميه مهاراته بكل لطف، قد ايه هو قادر يدعمه بمطبات اللي ما بيكون فيها ناجح الطفل فيها. هيدي الشخصيه كمان بتساعد، فكرمال هيك بنشوف نحن الاشخاص اللي عندهم حس موسيقي كثير رايقين وكثير لطيفين، فهذا الشيء بحبب الطفل اكثر بالانسجام مع هيدي المادة وبيقضي وقت ممتع أكثر بهذا التعلم. فهو التعلم الجميل من بعد منه بيلتمس نقط بشخصيته، نقط القوة وإثبات ثقته بنفسه بكل مرونة. وأصعب مرحلة لما نحن بدنا ننقل بأطفالنا إلى مرحلة الثقة بالنفس بعد مطبات أو تجارب صعبة. صحيح. فما بالك هيدي الرحلة البسيطة اللطيفة الممتعة مع أشخاص بهذا الرواء، فبتكون رحلة جميلة جدا. نعم، خلينا ننتقل قبل ما نختم مع السيدة نبوغ ونحكي اليوم بمدارسنا نحن كيف عم نطور الموسيقى، كيف عم يعني في معاناة مثل ما ذكرت نور انه حصة الموسيقى هي دائما بنتذكر على ايامنا هي حصة لتملي الانسة الثانية دروسة تماماً او هي فراغ. اليوم قديش مهم انه نحن نحبب الاولاد بالالات الموسيقية، نعرفهم شو هن الالات الموسيقية، نعرفهم على الموسيقيين السوريين يلي هن عالميا هن اهم العالم. هلا انا حاعطيكم فكره انه نحن خلال في تطوير لهذا الشيء، في شيء عملي رح نلمسه. هلا نحن كوزاره التربيه كثير حريصين، هلا بتعرفوا وزاره التربيه هي بتضم اكبر عدد من الاطفال بالعمر اللي عن جد لازم تاسسيهم وتنتبهي على نفسيتهم، يعني كيف بدك تاسسيها. فنحن بوزاره التربيه كانت المواد الفنيه اثناء تطوير المناهج الدراسيه اللي تم بال 2016-2017 وكملنا فيه بعدين، كانت المواد الفنية على رأس الهرم أثناء التطوير، إنه ضروري نحن نطور المواد الفنية لأنه نحن بالآخر عم نربي طفل سليم، يعني بدنا نربي مواطن صالح. لما بدك تربي لا بتشوفي الأطفال بحصص الرياضيات أو يعني طبعا مع احترام للحصص بس هنو جديين كتير، تحسيهم عندهم ضغط نفسي، أما لما عم تعطيه مواد فنية فهو عم يفرغ شحناته وهو عم يكون كتير طفل إيجابي عم يعبر الوقت يعرف ثقافه تماماً. سوريا الفنانين السوريين تماماً. يعني هلا اللي بدي اوصل لك عليه، فنحن من خلال المناهج الدراسيه اللي طورناها اشتغلنا على فكره انه نحن بخلال الكتب عرفناه بموسيقيين سوريين موسيقيين عالميين، يعني نحن هون اشتغلنا على قصه المواطنه المحليه والمواطنه العالميه، فانت عرفتيه على موسيقيين من بلدك وعرفتيه على الات. ونحن هلا بصدد بعد ما تنتهي ازمه كورونا انه نرجع لحياتنا الطبيعيه، في مشروع بوزارة التربية انه الرحلات الترفيهية مثلا لدار الأوبرا او لمثلا المعاهد الموسيقية الراقية يعني ليشوفوا الآلات الموسيقية عن كثب. ونحن اشتغلنا على كتب تفاعلية يعني خففت العبء على الطالب والمدرس تماما. وزارة التربية على الجهود اللي عم تقوم فيها، لانه فعلا اغلب الوقت بيقضيه الطالب او الطفل بالمدرسة اكثر من اللي بيقضيه بالبيت. نشكرك على وجودك معنا ست نبوغ ايوب المنسق والموجه الأول في وزارة التربية للموسيقى والأخصائية النفسية هناء، نتشكرك أكيد على وجودك معنا. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم ويسعد صباحكم.